قصة تدن القلوب. ماشية أعزكم الله جاموسة، الست بتسقيها شدت نفسها من الست وراحت الجاموسة نزلت أرض أكلت كأنه رز، لكن حدث ما لا يحمد عقباه. تعالوا متابعين نتكلم ونشوف من الزوجة اللي لسه الدمع في عينيها والتشي مش هتبطل. بطل العمر كله، بطل العمر كله، لا يا عم ارجعله في الفردوس الأعلى دير الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بداية ربنا يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. كان سندك. أيوه كان سند، ماليش إلا هو في الدنيا. وكان ظهرك. ماليش إلا هو في الدنيا بعد ربنا. وكان كل شيء في حياتك. أيوه نعم بالله. بضياعه. حسيت ان انا ما فيش حاجه ليا في الدنيا خالص. بعد جوز ابو ولادي كان غلبان وراضي بقليل، ولا كان موظف ولا كان حاجه، وعلى الله اللي نشتغل بالنهارده ياكل ببكره، وكان مغلوب الزمن وعايش في حاله. السلام عليكم، ازيك ابو محمد؟ اتفضل، والله لازم تيجي تشرب شاي، تعالى. وكان فاتح طول النهار، والله فاتح بابه طول النهار، لو اسالك جيراننا ديت اجيبهم تسال. امال اللي حصل يا حاج؟ ومحترق مو في حاله، الجيم هتجوم ما عادش خير في الدنيا. ابن عمه يخش يجيب الحديده يضربه على دماغه ابن يكسر عمه له الجمجمه علشان كنا رز. كان خدهم لاربع جرارين، والله لو كان خدهم ما كان يهمني، وكان يسيب جوز ابو ولادي يربي ولاد. انا صاحيه طول الليل ما بنامش، انا ما بنامش خالص، خايفة على ولاد ما بنامش. ليه يعملوا فيه كده؟ ليه ابن عمه تعمل فيه كده؟ ليه ده ما عملش فيك الا كل الحيل؟ تعالى اتغدى يا مصطفى، تعالى اشرب شاي يا مصطفى. حسبنا الله ونعم الوكيل الف مليون مرة، هو اللي يخلص منه ربنا. ما بقولش الا كده، ومالناش الا ربنا. قلبك مولع حاجة ملهل بنار ما بنامش، صلي الفجر والعشاء والمغرب وحسب عليه. بقولش الا حسبنا الله ونعم الوكيل، هو اللي هيخلص ربنا، مالناش الا ربنا، هو اللي هيخلص. ربنا سبحان الله وتعالى كبير وعظيم، احنا بننام وهو ما بنامش، كبير وعظيم. كن فيكون. لو وقف اللحظة هي زهمت الدنيا دي على بعضها، حصل ايه؟ ايه يعني؟ ايه يعني كنا الرز تجيب الحديدة تضرب الراجل تكسر له الجمجمة ليه بس؟ حرام عليك، عمل فيك ايه؟ ده ما عملش فيك الا كل الحيل، وما كانش بيقول الا اخوي. ده اخويا مصطفى، اخويا ده، اخويا ده، اخويا. ليه؟ تعملوا فيه كده ليه؟ ما عادش خير في الدنيا. جاي ما هتجو. ما بقولش الا حسبنا الله ونعم الوكيل، هو اللي هيخلص ربنا. بيتكلموا عينيكي بتنزل دموع. حسبنا الله ونعم الوكيل الف مليون مره، ولا دموعي تنشف في العمر كله. جوز ابو ولاد كانش ليا غيره في الدنيا، كان عايش عني بلاوي، دلوقتي ما بنامش خالص، ما بنامش، ما بنامش. دهر ورا ابني برضه بسكاكيه ومناجي، وجار وراه يقول هنقتلوك شكل ابوك يا ابن الكلب. الكلب اللي كان خادمهم كل كانش بيقول الا اخوات، تاخده على خونا ليه وتضربه بالحديده ليه؟ عمل فيك ايه؟ كنت تقول له انا عايز الاربع جرارات ارض ده، خده وخد الجاموسه جايبينها بالفايده، كنت خد يا اخو، كنت خد والله. لو كنت قلت اقلعي لحالك حق الكنان والرز اللي كنت قلعهولي، ما كنت سبت جوز ابو ولاد، والله لو كنت خدتهم لك كنت بصملك عليهم الاربع جرارات دول، والله ربي حاسبني. حاجه بيت ربنا ومع ربنا، كل ما يشوفني يقول لي انت ماشيه مع جوزك على طول لازقه فيما معانا نسوان. ليه ما يسيبوا الملك للمالك؟ عمل فيه ايه عشان يخبطوا بالحديده كده يموت؟ كسر له الجمجمه ليه؟ ميت والطين على رجله، مرتاحش. كانش بيقول الا مصطفى اخوي،
ده واخوي تاخده على اخونا كده ليه وتتربص له وتهبده بالحديد على دماغه ليه؟ يعمل فيك ايه؟ ليه ما يقولش الا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل وقت وفي كل دقيقه؟ هو ربنا اللي هيخلص كبير وعظيم. كلمات طلع من قلب سيدة مولعة. بس ده احنا غلابة، احنا غلابة نطلع من الصبح نخشش الا المغرب. ابن عم اقتل ابن عمه عشان خاطر كنين رز. الزوجة بتقول والله لو كان طلب مني الحلق لكنت قلعه له. ايه والله بس كان يسيبه، بس كان يسيبه يا رب عياله، يا رب عياله بدل ما بهدلنا كده. ما بتنامش، ما بنامش خالص، وعايزه حق جوزي وحق ولاد، عايزه حق جوزي وحق ولاد. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا مال الدنيا كان في ضفر، ولا مال الدنيا كان يسوي شبشبه جوزي ابو ولاد، وكان حايش عني بلاوي، حايش عني بلاوي يربي ولاده في الزمن الاسود اللي احنا فيه ده. انا بنام صاحي، انا سكر البيت دلوقتي بخمس ترابيس عشان خايفه، عشان خايفه ما بنامش، خايفه على اولادي وخايفه على نفسي وخايفه. وفي الاول والاخر عايز حق جوزي وحق اولاد اللي يتمهم ده. ما بقولش الا حسبنا الله ونعم الوكيل الف مليون مليون مره. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب يقول المولى عز وجل انت الكبير وعظيم يا رب. دعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ألف مليون مرة حسبنا الله ونعم الوكيل. عمل فيك إيه؟ عمل فيك إيه سمير يستحق كده ليه بس؟ عمل فيك إيه؟ ليه ده مرة واتنين وتلاتة وعشرة؟ ويسامح وقول أخوي يا سمير اكتب فيه بلاغ. نهار ما كلت صبعه يا مفتري يا كافر يا ابن الكاف. اعتذر. كل صبعه. اشتكيه. اشتكيه. قال لا ده اخوي ده هيتفصل عن شغل. ده اخوي ربنا بيسامح. خايف عليه. يا حجة ربنا بيسامح. اسكت. اسكت يا حجة ده اخوي. اما خد على اخونا. خد على اخونا وعمل فيه كده. ضرب وكسر له الجمجم. خد على اخونا من ورا. وبص على دماغه في القصر لقى دماغه مفتوح من ورا، الجمجمه مكسوره. راقد في المستشفى. رحت سمير يا سمير لقيته ناقد في المستشفى يعمل ما بصلش ولا كلم. يا ريتني كنت قتلته. ما ينفعش، ما ينفعش. يا ريتني كنت خنقته موت. ما ينفعش. بنعتذر متابعينا طبعا، ولكن القلب متابعينا محبنا في كل مكان، متابعينا قناة التلفزيون الدرب العربي المحافظة في الشرق، متابعينا حوزة الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.